انا دائما اقوم بمسابقات على جواهر فري فاير وحسابي مليء بالجواهر والسكنات يا اصدقاء. الكثير من الناس يسالونني من اين احصل على هذه الجواهر، يعني هل انا ادفع المال او من اين احصل عليها؟ الجواب هو انني احصل عليها مجانا بدون ما ادفع المال بين الطرق، وطرق عديده للحصول عليها. وفي هذا الفيديو سوف اشارك معك احد الطرق الجيده لشحن جواهر فري فاير مجانا، ولكن لا تنسوا المشاركه في مسابقه التعليقات. قم بكتابه التعليقات، سوف اختار اصدقاء الفائزين من التعليقات ويحصلون مني على جواهر مجانا كي يشترون الفاير باس يا اصدقاء. يلا تابع معي الشرح. الموقع الخاص بنا، لقد تم اغلاق النسخه القديمه وهذه هي النسخه الجديده يا اصدقاء. نختار هنا فري فاير، ثم نضغط على تسجيل الدخول بمعرف اللاعب، نضغط على بلاير اي دي، ونقوم بالاي دي الذي سوف تسجل فيه الجواهر. ادخل لحسابك فري فاير وقم بنسخ الاي دي الخاص بك، ثم قم بوضعه هنا، ثم اضغط على تسجيل دخول، ثم قم باختيار 530 جوهره، ثم اضغط على عرض مجاني، ثم سوف يحولك لهذه الصفحه. قم باثبات انك لست روبوت بتنفيذ هذه العروض السهله جدا يا صديقي. مثلا هنا يقول لك قم بتحميل هذا التطبيق وقم بفتحه، قم باجابه عن 6 اسئله بسيطه، قم بتحميل هذا التطبيق وفتحه، قم هنا بملء تفاصيلك الشخصيه، ونقم بعمل استبيان. فقط اثنان عروض من هذه العروض وسوف تصلك الجواهر الى حسابك. اثبات وصول الجواهر يا صديقي، لقد وصلتني الجواهر سابي في فري فاير. الطريقه مجربه ومضمونه بدون بند يا صديقي، لا توجد خطوره على حسابك. لا تنسى المشاركه في مسابقه التعليقات، تابع على الانستغرام في الوصف.